نظمت إدارة مشروع تعظيم البلد الحرام مبادرة معايدة إعلامي مكة المكرمة بمشاركة غرفة مكة التجارية وانطلاقا من القيمة الاجتماعية لنشر الوعي لكل من يساهم في نشر الرسالة الإعلامية. وهذه البلدة المباركة كانت سببا رئيسا في أن يبقى هؤلاء على الملة الحنيفية السمحة آلاف السنين، وما احتاجوا أن يبعث فيهم نبي لبقائهم على المنهج السليم من نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة بدأت قبل 4 سنوات، كنا مجموعة من الشباب فكرنا ليش ما يكون في معايدة للإعلاميين. كنا فريق نظرة، واليوم الفريق تطور وصار مركز تدريب وصار في شريك له وهي الشبكة الإعلامية. قررنا نكبر هذه المعايدة وتكون مع شركاء أكثر، فكان معانا السنة هذه شركاء غرفة مكة ومشروع تعظيم البلد الحرام وأمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى ومجموعة كبيرة من الشركات، وأكيد الرعاية الإعلامية مع إقرأ في المرة الأولى وهذه المرة الثانية أيضا. تخللت المبادرة عدة فقرات، كان أهمها وتكريم شخصية العام في مكة المكرمة الهرم الإعلامي الكبير الدكتور حسين النجار، وكلمة رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم عرجة. فإحنا نحتاج أنه نعمل أكثر في مكة المكرمة أو في جامعة أم القرى على تقديم دورات أو تقديم دبلومات في صناعة المحتوى الإبداعي، وإن شاء الله تكون هذه أحد المبادرات قريبا. فعاشت مكة في قلوبنا وأرواحنا وعشنا لها محبين، وأدام الله عليكم الخير والمحبة الدائمة، وكل عام أنتم بخير، وأشكركم على هذه الإطلالة الجميلة التي وضعت بصمة جميلة في نفسي لحضوركم، لأني بكم ومعكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسما بربي مثل مكة لم أجد، قسما قسما بربي مثل مكة لم أجد، فرحا لمكة لا تأم سواها. أها لم تخلو المبادرة من حضور جسيسي مكة بكبارهم وصغارهم، كما تم إطلاق مبادرة إعلامي مكة المكرمة والتوقيع عليها وتكريم الجهات المشاركة في نجاح هذه المبادرة. فكل الشكر والتقدير لمن قام لهذه المبادرة المباركة، الغرفة التجارية هي الراعي لهذا المكان، كذلك الفكرة من مشروع تعظيم البلد الحرام، وكل من سعى وبادر في إخراج هذا الحفل بالطريقة الجميلة هذه كما تلاحظون الآن. شكرا لكم جميعا، وشكرا لقناة إقرأ الإعلامية على مبادرتها القيمة وتغطيتها لجميع المحافل القيمة التي تهتم بتنمية المجتمع، شكرا لكم جزيلا. طبعا هذا الحفل كان بتنظيم من مشروع تعظيم البلد الحرام، مشكورين على ما قوموا من جهود واجتماع وجمع للجمع الكبير إعلاميين مكة المكرمة. سعيدنا اليوم بلقاء هامات وقامات إعلامية على مستوى مكة المكرمة، كان لنا الشرف في صداقتهم ولقائهم وتهنيتهم بالعيد السعيد. بصراحة هذا اليوم وهذه المعايدة بصراحة نحتاجها كثيرا كإعلاميين مكة، ونشكر القائمين عليها والمنظمين لها. فعلا هذا اليوم جمعنا كإعلاميين، شفنا جميع تقريبا إعلاميين مكة، عايدنا على بعضنا. حقيقة مثل هذه التجمعات نحتاجها تفيدنا احنا، نستفيد من خبرات بعض، وخصوصا اليوم لما كان دكتور حسين نجار تواجد بيننا. صراحة النظر إليه، احنا دائما نسمع في الشاشة، لكن اليوم النظر إليه وتسمع لما يحكينا عن خبراته، لما يعطينا عن تجاربه، لما تشوفه قدامك يتكلم وينصحك ويقول أنا أحتاجكم أنتم كإعلاميين مكة، هذا شيء جدا منهم لنا كلسة شباب إعلاميين دوبنا صاعدين. فحقيقة نشكر القائمين على ذلك، نشكر الدكتور حسين اللي خصص وقته لنا وأنه حضر، نقول الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية، ودائما نسمع صوته في الحرم بإذن الله. لم تقتصر المبادرة على المعايدة فقط، بل شارك الجميع في كيفية استشعار دور الإعلام لإبراز جهود المملكة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام. لقناة إقرأ، إبراهيم حبتر.